لما أكون محتارة بوجبة الغداء على طول بتخطر ببالي صواني الفرن وصينية اليوم طلعت بتشهي والطعم فيها ولا غلطة. بالبداية نبدأ بتجهيز اللحم. نحتاج لحمة مفرومة، منضيف لها مبشور البصل والفلفل الرومي الأحمر، منضيف لهم فلفل أسود وملح بابريكا وكزبرة ناشفة، أعلى من الزيت بنخلط المكونات، وكخطوة اختيارية أضفت الفلفل الحراق، شكلتهم لكور صغيرة بهذا الحجم. بحمل مقلاة وبرش فيها من بخاخ الزيت، بوزع كرات اللحمة، بغطيها وبتركها لتتحمر من تحت. بعدها بقلبها على الوجه وبتركها لتتحمر وتستوي. ولغاية ما تستوي كور اللحمة بنكون قلينا الزهرة ومكعبات الباذنجان ومكعبات البطاطا. وهلأ صار دوري نطبق الفخارة. منوزع المقالي وكور اللحمة ومنجهز الطحينية. نخلط الطحينية مع الزبادي ومنخففها بالمي حسب القوام اللي بدنا إياه، ومنضيف الملح والبهارات حتكون حسب الرغبة وعصير الليمون. منحطها على النار ومنتركها لتغلى تماما مع التحريك المستمر، ومجرد تغلى منوزعها فوق الفخارة وبدخل الصينية الفرن. تقريبا بتاخد مدة 20 دقيقة، بحمرها من أعلى وبقدمها بالعافية.